بالتكوين المهني الخاص اللي هو جزء من المنظومه ديال التكوين المهني. الان كاين خريطه الطريق متعدده الابعاد تشتمل على 12 المدينه المهن او مدن المهن والكفاءات، وهو كمشروع بالنسبه الى بلدنا نتج عن تفكير عميق وعمل جماعي باشراف جلاله الملك محمد السادس حفظه الله. هذه السنه تم تقديم المشروع، وبعد ذلك في بمناسبه انطلاق ديال الموسم الدراسي بتمارا هذه السنه تم تقديم مستوى التقدم في تنزيل هذه الخريطه. وهنا اشير حاليا على مستوى التكوين المهني ككل، هذه السنه سيبلغ عدد المتدربين في التكوين المهني 680,000. التكوين المهني بكل اسلاكه، والتكوين المهني العالي اما بعد البكالوريا سيصل الى نسبه 25% من مجموع المدرسين في التعليم العالي. الان التعليم العالي نوصلوا للمليون، والنسبه 75% 25% حاليا، وصلنا ل 25%. هنا اذكر بالنظام ديال المنح ديال المتدربين التكوين المهني العالي اللي كيتخرجوا تقني وتقني المتخصصين. امام جلاله الملك تم تقديم درجه التقدم في تنزيل مشروع مدن المهن والكفاءات، وصدر بلاغ قبل ايام تضمن عناصر العرض الذي قدم امام جلاله الملك والمتعلق ببرنامج مدن المهن والكفاءات، بحيث 12 مدينه بواقع مدينه لكل جهه بطاقه استيعابيه تبلغ 34,000 مقعد بيداغوجي وبمعدل ايواء ديال 16%، فضلا عن 8 مؤسسات ملحقه بهذه المدن. وهنا العرض الذي قدم امام جلاله الملك اشار ضمن هذه 8 مؤسسات هنالك 5 اقطاب للفلاحه بجهه الشرق: سوس، ماسا، فاس، مكناس، بني ملال، خنيفره، الرباط، سلا، القنيطره. يعني هنالك الان برنامج وطني. موضوع التكوين المهني الخاص جزء معالجه الاشكاليات ديالو والقضايا ديالو جزء من هذا البرنامج الوطني او خريطه الطريق. يمكن اذا احتجتم لتفاصيل اكثر تتعلق ب اكثر من هذه المؤشرات الرقميه وكذا، في الندوه الصحفيه للسيد وزير التربيه الوطنيه يمكن لكم تطرحوا نقاط متعلقه بها. Thank you.